يا معل الله انتوا هون؟ ادري ايه ادري ادري لكان لغش الصدفة الكويسة هي. والله والله الصدفة ما بصير غير بالافلام تبع جون ترافولتا ونيكولاس كيج. شلونكم صبايا؟ شلونك انسي ميديا؟ اهلين ادري. ياي وين ابن جيراننا سميحة؟ ليش ما هي معكم؟ سميحة بحلب، نحن طالعين نزورها. ابو ايش الصدفة الكويسة بيكن هي؟ الله اكبر، رايحين حلب؟ لك ايش السربرايز هي؟ صبايا اوني فا، يلا تاخرنا، عن اذنك مشو ادري. اين نيفا ما نيفا؟ معقولة اشوف الصبايا بالطريق وعيفة؟ شلون تروح حلب لحالكم؟ ليش ما في ناموس؟ العمص. لا عسلامتك، بس نحنا مش حابين نعذبك. اين عذاب هاد؟ العذاب عندي اهون بكتير من اني اشوفكم رايحين حلب لحالكم. إيه والله والله ما تدرى خالته فريدة انه انا شفتكم بالاستراحة وما رحت معكم حلب؟ والله تزعل مني ميكين. بس يا ادري عم بسيبول عفوا جاتين ما خرج ما خرج، اترككم طاول، بدي اروح معكم، بدي امشي قدامكم. مين بدها تسوق السيارة؟ هنادي. هسي هنادي اركبي ورا الكيدون تعصي بنزين، يلا فولو مي. شو يعني فولو مي؟ ايه ما يوسرتو لك، لا اتأخرتوا كتير. يعني بقيان كم كيلو لحلب؟ اي خلص رح توصلوا. لا سلامتك، ديروا بالكم على الطريق ماشي. يلا باي، ناطرتكم باي. ويلكم تو أليبو سيتي. باسمي وباسم أهالي حلب بنقولكم الحمد لله على السلامة وميت السلامة، وشرفتونا ونورتونا يا صبايا. وباسم أبو فراس الحمداني أدري اختصر صباح فخري محمد أبو سعدة نادي الاتحاد ونادي الحرية، بحب أقولكم أهلا وسهلا بحلب الشهباء. يا أدري مطول. لا خلصت، قولوا لي بقى ايش ناكل؟ أدري ما في داعي ناكل شيء، نشرب أي شيء وبعدين تاخذنا على الأوتيل. إيشو؟ أوتيل؟ بتعرفي آسيا مايا أنت الكلمة اللي قلتيها هلا بروح فيها 10 أوتيل على القليلة؟ قال أوتيل؟ والله والله ما تدرى خالته فريدة إنه أنا أخذتكم بإيدي على الأوتيل والله لا تقطع لي إياها وتشيلني إياها. قال أوتيل غير ببيت خالته فريدة ما بتناموا. امبوسيبل امبوسيبل. معلش أدري لا تحرجنا، أنا ما برتاح إلا بالسويت تبعي. وخالته فريدة ما بترتاح إلا تناموا عنده. إيش هالحكي هاد؟ هلا مناكلنا لقمتين ومنروح لعنده دوز دغري. متر ميت السلامة. شوف الصبايا ايش